بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الدرس الذي مضى بدأنا في كلام الشيخ عبد القاهر في موضوع النظم، والنظم مرتبط باسم عبد القاهر، واسم عبد القاهر مرتبط بالنظم. يعني إذا ذكرت عبد القاهر ذكر معه أو ذكرت معه موضوع النظم، مع أن عبد القاهر يقول صراحة إن مصطلح النظم مصطلح قديم. وأن العلماء رجعوا بفضيلة الكلام إليه، بحسن الحسن إليه، وبقبح القبيح إليه. وهذا أطبق عليه العلماء، ده كلام في غاية الأهمية، لأن العلماء الذين أطبقوا على هذا هم علماء الشعر، هم أهل العلم بالشعر. وكلام أهل العلم بالشعر كلام لا يستهين به إلا الذي يستهين بالعلم. ولذلك لما تقرأ ما استحسنوه وما استهجنوه تبقى انت كأنك في 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 مقام عظيم جدا، لأنك انت بين يديك ما استحسنه الذين لا يستحسنون الا الحسن، وبين يديك ما استهجنه الذين لا يستهجنون الا الهجين. فده في غاية الأهمية. يعني من أهم ما يمنحك الله سبحانه وتعالى هو العناية الشديدة بكلام أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم. إذا رزقت هذا يبقى أنت وضعت قدمك على الطريق الذي بنيت عليه وبه عقول العلماء. فعبد القاهر قال هذا، بينما الذين أضافوا إلى النظم حسن الحسن وقبح القبيح لم يبينوا النظم ما هو والمراد به ومن أين جاءه الحسن إذا كان النظم حسنا، ومن أين أتاه القبح إذا كان الكلام قبيحا. عجيب، ما هو أنا تجربة العالم لازم أدرسها بدقة شديدة جدا، لأن ما فيش أفضل من العلم، مش أفضل من العلم، يعني ما فيش يهديك إلى فقه المعرفة كأن تعرف الطريق الذي سلكه هؤلاء الذين لهم فقه في المعرفة. فهم أطبقوا على كذا، مع أنهم لم يتركوا لنا سطرا واحدا يبين المراد بالنظم وما هو ومن أين يأتيه الحسن. فلما رأى عبد القاهر هذا في تراث أهل العلم، وده في غاية الأهمية، يا أيها الناس
نتعلم خطوات العلماء، لأن العلم إنما كانت هذه الخطوات هي المنتجة له. ومن أراد أن ينتج علما أو يعلم علما فعليه أن يتعلم الخطوات وأن يتعلم المسالك والمنازع. لما عبد القاهر رأى هذا ورأى أنهم لم يكتبوا سطرا واحدا في بيانه، فضلا عن أن يكتبوا سطرا واحدا في بيان الجهة التي بها يحسن والجهة التي بها لا يحسن، وقف. ودي اللحظة الرائعة في حياة العالم، حين يجد شيئا جليلا غامضا لم يستوفى ولم يشبع بالنظر والبحث. دي اللحظة، دي اللحظة الفاصلة في بناء العلوم، حين يجد العالم إعجاب سلف لا يستهان بإعجابه بفكرة اسمها النظم، وأنهم يرجعون بالحسن إليه وبالقبح إليه، ثم لم يتكلموا فيما هو وما المراد به، ولم يتكلموا في من أين يكون الحسن إذا كان الكلام حسنا ومن أين. مع هذا الشيء، مع هذا النقص الذي رأته بصيرة العالم الباحث عن العلم، العالم الباحث عن استخراج العلم وليس العالم الباحث عن المعرفة الجاهزة. لو كان عبد القاهر مثلي ومثل الجيل الذي أنا فيه بيبحث عن المعرفة، لم يجدها هنا سلام عليكم، يترك الباب. إنما فيه جيل مش باحث عن المعرفة، وإنما باحث عن كيفية، تقدروا تكملوا؟ الله يرضى عليكم، الحمد لله. أطمئنيت أنا إلى أنني ما بتكلمش في فراغ. نعم، وده مهمة جدا، الهاجس اللي داخل جواك، الهاجس اللي داخل جواك، كيف ننتج المعرفة؟ عبد القاهر وقف، ومش وقف لوحده، وإنما قال في النص الذي قرأناه بالأمس، وإنما قال: إذا وجدت شيئا كهذا فالمروءة والنزعة العلمية التي أكرمك الله بها والتي أكرم الإنسان الحي بها توجب عليه أن يقف وأن يجتهد وأن يستنبط وأن يجاهد وأن يواجه الغموض وأن يواجه الصعوبات حتى يكشف المستور عن هذه الحقائق الجليلة. لأن هنا حقيقة جليلة هي مصطلح النظم الذي إليه يرجع الحسن أو الذي يرجع إليه القبح، وليس هناك كلام فيما هو وليس هناك كلام في كذا وكذا وكذا. فترك هذا عند أهل العلم يبقى كأنك تركت الوقوف بعرفة يوم الحج. شفت ازاي؟ شفت الناس اللي ربنا أكرمهم. ما أنا قلت لكم أكثر من مرة أن الأنبياء أكرمهم الله بوحي، والله يعلم حيث يجعل، إنما العلماء أكرمهم الله بالرغبة الشديدة في البحث عن الغائب. أكرمهم الله بإيه؟ أيوة. وألحقهم بالأنبياء، يعني هو أوحى إلى الأنبياء بما قالوا وترك هؤلاء يحفرون في الصخر ليصلوا إلى حقائق العلم التي تكشف سر النبوات.
ليصلوا إلى إيه؟ إلى حقائق إيه؟ العلم التي تكشف السر. فكان كفاحهم هذا عند الله بمكان. الله هو أنت مستهين بأن يكون بأن يلحق الله العلماء بالأنبياء؟ أنت صفة الخلق هم الأنبياء وثم تليهم العلماء الذين هذا شأنهم، مش العلماء اللي بيمضغوا الكلام وبيمضغوا الكلام وبيضللوا الأفهام. لا، ده قضية تانية. أنا قلت فرق بين عالم يبحث عن العلم وعالم يبحث عن إنتاج العلم. اللي بيبحث عن العلم أنا وأنت نقرأ الكتاب لنفهم ما فيه، إنما الباحث عن إنتاج العلم هو الذي يقف عند هذا الموقف للشيخ عبد القاهر ويشوف إيه اللي إيه اللي أوقفه الوقفة التي قضى فيها عمره وأنتج لنا منها وبها علم هو من أجل علوم هذا اللسان الشريف. ده مهم جدا، ده مهم جدا. وأنا قرأت قلت هذا، بس هم زي ما بيقولوا العلم نور. العلم إيه؟ يعني كلما وضعت عينك على سطور العلماء رأيت نورا، ولو كنت وضعت عينك على السطور ديت 100 مرة في المرة 100 وزيادة هي نور، وكلما وضعت عينك عليها رأيت نورا. فالعلم تكرار الحقائق المعرفة لا تمل، وخصوصا في المواقف التي أنتجت العلم وأنتجت العلماء. طيب، بدأ في فقرة 75 يا داود. أيوة اقرأ لي بس عشان خاطر هنا يعني شوية كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، رضي الله تبارك وتعالى عنكم. أما بعد، فيقول الإمام عبد القاهر رضي الله عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها، وذلك أن لا نعلم. بس خلاص يا داود، النص ده طبعا واضح جدا منه. ما هو أنا هفهمه سهل. النظم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضي علم النحو وانتهى في المسألة، وده ما أيسر هذا، وده تحصيل تلامذة الثانوي. بس أنت بقت لما يكون أنت لك عقل ما يريد أن يرى شيئا غير الذي يراه الناس، هو أن تقول لي هذا النص واضح في أنه أول تعريف للنظم، وأنه لم يكن بين يدي عبد القاهر كلام لأهل العلم في تعريف النظم. هذا جيد، هذا مهم جدا. يعني إيه؟ يعني مهم جدا أنك أنت تعرف إن هذا المعنى أو هذه الفكرة هي بنت هذه الجملة. طب شكرا، وانتوا اتغيرتوا، وانتوا يعني انتوا ربنا اكرمكم وتذكرتونا يعني بعد الله. الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم، الله كويس والله. انتوا ايوه نعم، هو اصل الكرم اللي ياتي بعد الياس ده كرم جليل جدا. شكرا. بعد الياس ده كرم جليل، ولذلك احنا هنقرا بيت شعر الان بيقول لك ايه؟ وكالبحر ان جئته مستسيبا، يعني يعطيه في اللحظه التي انت فيها محتاج الى العطاء. بس شفت
غدارة المعرفة وبكارة المعرفة شيء ممتع جدا. يعني ايه غدارة المعرفة؟ يعني انك انت تشوف تعريف اول ما ذكر في تراث العربية، تشوف تعبير عن معنى هذا المعنى اول ما وجد، يبقى انت بتشوف التعبير وهو حالة ولادة الفكرة، يبقى انت بتشوف العبارة التي ولدت معها الفكرة. الفكرة لم تولد إلا في هذه العبارة، ونعمت تلك العبارة التي لم تولد الفكرة إلا فيها. وتذوقك للمعرفة يجعلك تشعر بحلاوة أن تعرف الفكرة لحظة ميلادها. من المتعة بالعلم ها انك انت ايه تعرف ايه الفكرة لحظة ميلادها وبالعبارة التي ولدت بها، ومهما عبرت عن الفكرة بعبارات اخرى تبقى العبارة التي ولدت بها هي العبارة التي هي اقرب اليها الى اخره. ادي واحد ده مهم جدا. ولذلك كنت لما اقرأ القرآن الكريم أجي مثلا شجرة الزقوم، يا ربي أنا عاوز أعرف أول ما نزل منها، لأن أول ما نزل منها ده مهم جدا. فكنت مثلا أجد إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فأشعر إن الآية بتعرفني به، ها؟ إنما طعام الأسيم إنها شجرة، دي كأنها إيه تعريف بشيء أول مرة أسمعه، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فكنت أطلب من طلابي إنهم يرتبوا لي هذه الحكاية على حسب النزول، عشان أشوف أول ما نزل من السماء في شأن الزقوم وماذا قال الله في هذه الشجرة، وأول ما نزل من السماء في شأن قصة إبليس مع آدم وكذا وكذا. يعني البدايات ممتعة. فالشيخ عبد القاهر لما أقرأ له هذا أجد أن ده أول تعريف لهذا المفهوم الذي هذا شأنه، اللي يرجع إليه كذا ويرجع إليه كذا. وأطبق العلماء، كلمة أطبق العلماء دي كلمة تفهم كلامي، ها؟ كلمة إيه؟ لها جلال كبير جدا جدا، ها؟ يعني يهتز لها عرش طالب العلم، ما بقدرش أقول يهتز لها عرش الرحمن، أنت فاهم كلامي؟ إنما يهتز لها قلب طالب العلم، أطباق العلماء، ومين هم وعلى أي حال كانوا اللي سماهم عبد القاهر علماء، ومن هم وعلى أي حال كانوا اللي سماهم عبد القاهر علماء، وكيف أطبقوا وأجمعوا في الكلام، يهز حقيقة، يهز العقول الباحثة. أطبق العلماء من الكلمات التي لولا المهابة من عرش الرحمن لقلت إنها من الكلمات، إنما خلات يهز تهتز لها رؤوس العلماء. يلا زي بعض يا سيدي، ها؟ زي ما كان مين يا ربي، أظن السكاكي كان بيقول آية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أخلعي وغدا الماء، رقصت لها رؤوس أهل العلم. طيب عظيم جدا. طيب الكلام اللي قاله داود إن النظر ليس إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، دي معنى هذا أن النظم هو علم النحو.
أن إيه؟ أن النظم هو علم، وأن دلائل الإعجاز نعم، وأن علم المعاني التي سمي بعد ذلك دليل الإعجاز نعم. ده ممكن النظرة تقول هذا، ممكن النظرة السريعة تقول هذا. لو وقفنا احنا عند التاء السطرين ونص الأولانين دول اقراهم تاني يا داود الله يرضى عنك. قال اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، ايوه، وتعمل على قوانينه واصوله، نعم، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، نعم، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. الله اكبر، الله اكبر. يبقى ده معناها ان النظم هذا نحو، نحو. طب ما اللي عبد القاهر النحوي سماه دلال الإعجاز ليه؟ طب ما عبد القاهر نحو، ما كان يعتبر هذا نحو. ولما جه الزمخشري بعد عبد القاهر وهو أعضل في النحو من عبد القاهر، أو يعني يساوي عبد القاهر في النحو، سماه علم المعاني. وتسمية علم المعاني مأخوذة من قول الشيخ علم توخي معاني النحو، توخي معاني النحو، فحذف النحو وقيمت الألف واللام مقام. يبقى كلمة علم المعاني هي علم معاني النحو. طب ما دول ليه ما سموهاش نحو؟ دي قضية تانية، دي قضية تانية. عبد القاهر بعد ذلك بعد ما قال هذا ذكر المقصود بمراعاة قواعد النحو، أولا الكلام لا يكون كلاما إلا بالنظم. يعني إذا قلت لك جاء زيد يوم الجمعة وحضر كذا كذا وقال كذا وقال كذا، الكلام لا تحصل به فائدة إلا إذا ارتبط بعضه ببعض ارتباطا نحويا. ولذلك قال عبد القاهر بعد ذلك في الكتاب النظم الذي لا يكون الكلام به كلاما إلا به، النظم الذي لا يكون الكلام كلاما إلا به. ثم يتجاوز الكلام أو النظم هذه المرحلة التي هي ضرورة والتي لا يكون الكلام كلاما إلا بها، يتجاوز هذا في مراقي الفضل والحسن. يعني إيه في مراقي الفضل والحسن؟ يعني هو بيقول معاني النحو، معاني النحو يعني التنكير، يعني التعريف، يعني الفصل والوصل، يعني التقديم إلى آخره، إلى آخره. فكلما أصبت في اختيار التنكير في موقعه والتقديم في موقعه والواو في موقعها والفاء في موقعها يكون حظ كلامك من الحسن. يبقى إذن الكلام الذي يجعل النظم نحوا بحتا هو الأرضية الأساسية التي لا يكون الكلام كلاما إلا بها. فإذا ما ارتقى الكلام ودخل في التوخي، وكلمة التوخي دي كلمة نبيلة جدا، وبأعتبر أنها من عطاء الله لأهل العلم. ما هو احنا قلنا النبوات وحي، والعلم فيه عنصر إلهام، في عنصر إلهام. كلمة التوخي هذه مما أرى أن الله سبحانه وتعالى قد
كافأ الشيخ على صدقه وإخلاصه وحرصه على هذه الأمة وأوضعها في فمه. توخي، توخي يعني يعني الاختيار، يعني إيه الاختيار؟ ما يتكلم يا سيدنا كلام نفهمه، يعني الاختيار يا بابا انك انت تضع التنكير حين يقتضي المقام التنكير، وتضع الواو حين يقتضي المقام الواو، وتضع الفاء حين يقتضي المقام الفاء، وتضع صيغة الاسم حين يقتضي المقام صيغة الاسم، وهكذا. إذا أحسنت هذا يبقى أنت دخلت باب الإحسان وتجاوزت باب النحو الذي هو ضرورة لكون الكلام كلاما، لكون الكلام كلاما. ولذلك بدأ عبد القاهر بعد هذا، بعد السطرين ونص اللي هما نحو محض، يبين المرحلة التي تلي هذا النحو المحض. اقرأ داود. قال وذلك أن لا نعلم شيئا يدخل. وذلك يعني هو بيفسر أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. طبعا انتوا عارفين ان في يعني بعض الناس قالوا ان كتاب دلائل الاعجاز ده نحو متمرد على نحو سيبويه، وكانت مشكله ايام المرحوم ابراهيم مصطفى، ورد عليه العلماء وكلام زي، كانت قضيه. انا لم اشغل بهذا. ليه انا لم اشغل بهذا؟ اوضع الله في قلب الحرص على المعرفه، سميها زي ما اردت، سميها جغرافيا يا سيدنا، سميها رياضة يا سيدنا، بس شوف العلم محتاج بإيه. اشتغل في العلم وانسى التسمية. مش هقعد أشحنك وتشحني وأضيع وقتي وتضيع وقتك على أن النحو علم المعاني نحو، أو علم المعاني ليس نحو، ده هذا هزيان. إنما أضيع وقتي في أن أبحث في علم المعاني عن خباياه، وتبحث أنت في علم النحو عن خباياه، وبعدين سمي ما شئت. هما الاثنين علم واحد، هما علمين مختلفين، دي مش قضية. صحيح وضع الأشياء في مواضعها وتسمية الأشياء بأسمائها أمر ضروري، بس ما يستاهلش إن أنا أضيع وقتي وانت تضيع وقتك في المشاحنة. يا ترى علم المعاني نحو، يا ترى ما هوش نحو، ونسيب علم المعاني نايم ونتشاحن في تسميته وان هو نحو ولا مش نحو. لا، مش كده، مش كده. انا مش كده، وربنا خلقني مش كده. ربنا خلقني ابحث في علم المعاني عن خباياه، واطلع هذه الخبايا بمقدار ما استطيع. انا مش ما بقولش ان انا هعمل، لا، انا اقول انني احاول ان افعل، وحسبي هذه المحاوله، ثم بعد ذلك سميه ما شئت، سميه ما شئت. اقرا داود، اقرا داود. وذلك ان لا نعلم شيئا يبتغيه الناظر. لا، انا ملاحظ حاجه في حياتنا الفكريه المريضه، لان هو لاحظ ان الواقع المتخلف المزري اللي احنا فيه منعكس على الفكر، منعكس على البلاغة، منعكس على كل شيء. لأن المجتمع حقيقة واحدة، إذا أفرز إفرازات سيئة في باب فتأكد أن إفرازات سيئة في الأبواب الأخرى. فأنا بلاحظ أن احنا بنتقاتل حين لا يجوز المقاتلة، وندع الشيء الذي يجب أن نتمسك به وأن نحرص عليه. ما سميه نحو، سميه نحو، بس المهم أنك تبحث فيه عن 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 لفتة جيدة، ابحث فيه عن شيء جيد. الشيخ عضيمة رحمه الله لما مسك القرآن وأخذ يحلل أساليب القرآن وطلع 11 جزء في أساليب القرآن، استدرك على النحاة أشياء لا حصر لها، لأنه ما استدركش بالمخ وإنما استدرك بواقع الأساليب. النحاة يقولون هذا لا يجوز، يطلع له شواهد من القرآن. النحاة يقولون كذا، فاشتغل، اشتغل
العلم ما ما ما, ما ادخل حيث ينفع، ادخل المدخل المفيد، ما تقفش على رأس العلوم وتقول والله ده يوناني، والله ده طلياني، والله ده نحو متنكر، والله ده يا ابو مش كده يا ابي يا عزيزي، هذا ضياع للوقت. طلياني يوناني ادرسه وبين خباياه وادخل فيه، وإذا درسته ودخلت فيه وتغلغلت أدركت جنسيته، لأنك لن تجد فيه كلمة إلا وهي مستمدة من كلام العرب. ليه؟ ليه؟ لما يقول توخي معاني النحو على وفق الأغراض، وإن ده هو سبب حسن الحسن، إذا ذهبت إلى ديوان امرئ القيس فلن تجد لسانا توخى معاني النحو على وفق الأغراض وأصاب كإصابة امرئ القيس. ووجدت علم امرئ القيس الفطري بما بمعاني النحو ومواقع معاني النحو علما لا ينازعه فيه منازع، لأنه كان قدوة الشعراء. وكذلك إذا قرأت النابغة وقرأت زهير وقرأت لبيد وقرأت ما شئت ستجد توخي معاني النحو على مستوى جيد جدا جدا، وأن تفاوت هؤلاء في الشعر راجع إلى تفاوتهم في الإصابة في توخي معاني النحو. ولذلك لا يجوز لك أن تنكر أن كل لسان عربي فصيح في زمن المبعث كان يعرف هذه العلوم من غير مصطلحاتها. لو كان أمير القيس يجهل الفرق بين الواو والفاء وثم، أو يجهل الفرق بين التقديم والتأخير، أو يجهل الفرق بين التعريف والتنكير، لا لاختل شعره، لوضع الواو موضع الفاء، ولوضع التقديم موضع التأخير. فكل الذي يقول عبد القاهر والناس من بعده هو مستخرج من خصائص العربية. فإذا كانت العربية طليانية يبقى سمي عبد القاهر طلياني، إذا كانت العربية يونانية يبقى سمي عبد القاهر يوناني. إنما ربط العلم باللسان العربي المبين شاهد لا يكابر فيه إلا من لا يكلم كما كان يقول علماؤنا. أنا قلت إيه؟ ربط العلوم باللسان العربي المبين شاهد صدق على أن مصدرها هذا اللسان. وأنا قلت لكم مرة، فاكر أنا قلت مرة إن الشعراء والكتاب وأهل الجاهلية أعلم الناس بعلوم العربية، وإن النحو كله حتى الفرزدق، حتى الفرزدق لما كانوا النحاة يتحرشون به ويخطئونه كان لا يعبأ بهم، وكان لا يعبأ بهم، وكان يقول ويرى أنه أعلم بأسرار العربية من هؤلاء القوم الآخرين. ولما كان في صراعه مع الحضرمي اللي هو البيت بتاع مسحتا أو مجلفه، وعد زمان يا ابن مروان، يا سلام يا سلام على كلمة عض زمان، يا سلام على كلمة عض زمان يا ابن مروان، يا سلام. شفت الكلام وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلفه. فمجلفه معطوف على مسحت، ومسحت منصوب ومجلف مرفوع. فأنا فاكر إن أنا وأنا لسه كده زيكم كده قلت للشيخ محمود شاكر رحمه الله إنه رفع مجلف إغاظة للحضرمي، قال لي لا هذا خطأ، رفع مجلف لأن العربية تجيز رفع مجلف.
وأن رفع مجلف من العربية التي يجهلها الحضرمي. فكأن أهل اللسان الأول هم أعلم به. وأنا لما قلت توخي معنى النحو معناها أن زهير توخى معنى النحو. وأنا فاكر أنني قلت لكم مرة أن مش لسان زهير هو اللي توخى معنى النحو، مش لسان امرئ القيس هو اللي جزم نبكي في قوله قفا نبكي لأنه جواب الشرط، لأنه جواب الأمر، وإنما السليقة التي كان اللسان معبرا عنها. وأن اللغة ليست بنت اللسان العربي في الحقيقة، وأن علوم اللغة وأن هي غامضة جدا ليست من بنات اللسان، وإنما هي من بنات ما قبل اللسان اللي هو السليقة والفطرة التي فطر الله الناس عليها. فنحو العربية ليس استمدادا من تحت ألسنة الشعراء، وإنما هو استمداد من الحاسة البيانية التي كانت لا تلحن في ذلك الزمن. والبلاغة ليست استمدادا من، لأن قفا نبكي ليست بنت لسان امرئ القيس، وإنما قفا نبكي بنت طبيعة وطبع وسليقة امرئ القيس. فالمستمد منها في اللغة مستمد من أصلها الذي هو الفطرة والسليقة إلى آخره. فده مهم جدا. إن كان ده طلياني يا سيدنا يبقى عبد الخير طلياني. خد بقى ما أنت، ما هو إحنا عندنا براعة شديدة في ضياع الوقت في ما لا يفيد، وضياع المجهود. وأنا قلت لكم أنا ما بحبش الدخول في هذه المنازعات، أنا أحب الدخول في قلب اللغة وأحاول أن أستخرج منها شيئا. قلت أحاول لأنني انتهى العمر ولم أستخرج، ولكنني راضي وقرير العين. أدخل قبري وأنا قرير العين، لأني لم أدع لحظة إلا حاولت فيها أن أنفع قومي، ولكن الله لم يشأ. أنت فهمت كلامي؟ ما خلاص انتهت. ليس عليك إلا أن تجتهد. فالدخول في المؤول، ولذلك لا تجد كتاب. طبعا أنا نشأت وكتبت وعملت العمل في معمعان بقت أن عبد القاهر يوناني، وأن ثقافته يونانية، وأن أرسطو لم يكن معلم العرب في الفلسفة والأخلاق فحسب، وإنما كان معلمهم في البيان أيضا. دي عبارة حسين، وده عشان لما يزف الى الناس اي شيء يقع في قلوب الناس، لانه كان عنده موهبه لا شك فيها. بس اشهد ان الرجل رجع عن كل ذلك. وقرت عيني لما قرات نعي محمود شاكر له بعد وفاته، قرت عيني لانه كان رجل رائع جدا. يا سلام عليه لما كنت أسمع منه قصيدة سويد بن أبي كاهل: بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتقطع أو ما اتصل. لا أظن هي عينية، ها بسطت رابعة. شفت الكلام؟ كان يعطيك بنغمها شعرا آخر، يعني كان يعطيك الشعر وبنغم صوته يعطيك شعرا آخر رحمه الله. فكنت أحبه ولكن كنت لا أوافق على ما يقول، لأني لا مش معقول كذا. وكان بعض تلاميذه، وهو اللي خلى محمود شاكر يترك الجامعة لما تكلم عن الشعر الجاهلي ومرجليوس، وقصة طويلة وعريضة. فالمهم أننا قرت عيني لأني قرأت المحمود شاكر أنه رحمه الله رجع عن كل هذه. قال محمود شاكر أنه لم يكتب أسوأ من كتابين: مستقبل الثقافة في مصر والشعر الجاهلي. ثم رجع عن هذا الذي كتب. والغريب ان انا بقى لاقي ان احنا مقررين على طلابنا انت فاهم. بس دي ملوش قيمة،
أنا من الناس الذين لا ينزعجون لهذا، لا ينزعج، لأن ده مر على تاريخ الأمة أضعافه، ولكن الحق غلاب، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما اكتفاش بفيدمغه ما اكتفاش بإيه، وإنما إيه، فإذا هو زاهق وحاجة زي كده إلى آخر. وأنا كنت بقرأ طلاب النهاردة مقدمة الباقلاني لإعجاز القرآن وشكواه من الإلحاد في زمان، وقلت لهم إن الملحدين في زمن الباقلاني كانوا أشد وكانوا أفظع وكانوا أزهر وأبين من الملحدين في زمننا، لأن إحنا عندنا مثلا يعني يهاجم البخاري، يهاجم فضيلة الشيخ كمان فلاني، إنما ما حدش فيها هاجم القرآن في زمن الباقلاني، هاجم القرآن في زمن الباقلاني ده القرن الرابع الهجري، قرن الأئمة الكبار، قرن أبو لعبة، قرن ابن جني، قرن المتنبي، قرن أبو اسمه الفارسي أبو علي، قرن الأئمة وهكذا. وحتى بالمناسبة دي كان يعجبني العقاد، ما هو أنا من الناس اللي هم أنا أحب العقل الذكي، بعض أراه أخذ منها وأترك. يعجبني العقاد في بيقول إن الأمة القوية قوية في صوابها، وقوية في هداها، وقوية في ضلالها، وقوية في برها، وقوية في فجورها. أستفهم كلامي؟ ما ده فيه قوة خلاص، هتلاقي قوة الملحدين أقوى، وهتلاقي قوة الفجور أقوى، لأن الأمة قوية، فما تنتجه قوي هدى أو ضلالة. فده كلام في غاية الأهمية. يلا. وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى هنا بقت علم المعاني لا يقول عنه نح إلا مكابر، اللي هو السطر ده، اللي هو بعد السطر ونص، السطرين الأولين دول، أن ينظر في إيه؟ يلا يا داود. ينظر في وجوه كل باب وفروقه. لاحظ أن الطالب القارئ الجيد شريك في الدرس، شريك في الدرس، أن ينظر في إيه؟ في وجوه كل باب وفروقه. أيوه. فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق وفي الشرط. لا بس خلاص خليك مع 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 مع, مع المبتدأ والخبر، تاخد بالك معي. دي هنا بقى، هنا حيبدأ فهم حقيقة النص. أول حاجة إيه؟ زيد منطلق خلاص، مبتدأ الخبر يدل على الثبوت ولا يزيد عن هذا. التعبير اللي بعده زيد ينطلق. أيوة، ينطلق بدل منطلق. منطلق اسم يدل على الثبوت، ينطلق فعل يدل على التجدد والحدوث. يبقى زيد ينطلق فيها معنى زائد عن زيد منطلق. لا، فيها معنيين. المعنى الاول الثبوت والدوام في زيد منطلق، والتجدد والحدوث في زيد ينطلق، زائد ان تقديم زيد على ينطلق تاكيد للفعل، لان اسند الانطلاق الى زيد مرتين، مره في زيد ينطلق، ومره في ان فعل ينطلق في ضمير يعود على ايوه ادي الفروق والوجوه. فيضع ينطلق في الموضع الذي لا يصلح فيه منطلق، ويضع زيد ينطلق في الموضع الذي لا يصلح فيه ينطلق زيد، وهكذا وهكذا.
وده شغل مين يا بابا؟ شغل العصور الاستشهاد، شغل امرئ القيس وجماعة امرئ القيس والنابغة وطرف وأوس وهؤلاء. يا سيدي هؤلاء كانوا يدركون الفرق بين زيد منطلق وزيد ينطلق، ولا يضعون زيد ينطلق موضع زيد منطلق. وأن استقصينا كلامهم تتبع خواص التراكيب، دي الكلام اللي قاله عبد القاهر وكرره السكاكي. منين جبت العلم يا سيدنا؟ من أين جئت بالعلم يا سيدنا؟ من تتبع خواص التراكيب، دي عبارة عبد القاهر ونقلها عنه أبو يعقوب السكاكي. من أين جئت بالعلم يا سيدنا؟ من إيه؟ كمان مرة، من أين جئت بالعلم يا سيدنا؟ من إيه؟ كمان مرة، من إيه؟ وبعدين يطلع فينا بيقول على يوناني يا أبو ده، بيقول من تتبع خواص التراكيب. يا بابا ده بيقول من تتبع خاص التراكيب. يا بابا بيقول علمي أنا من تتبع خاص التراكيب. زي ما لقيت أنا حازم القرطاجني عشت أنا مرحلة زمنية والكل مطبق، زي ما بيقول أطبق العلماء، ولا تعظيم شأن النظر، أطبق العلماء على أن حازم القرطاجني يوناني. أمك تقدرش تنكر، لأن أنا مبدئي ومبدأ كل طالب علم ان كشف الحقيقة هو المطلوب. طلع يوناني يوناني، طلع طلياني طلياني، ما هو نفسه فارسي، ما هو نفسه عبد القاهر فارسي، ده لا تضر ابدا، انما اللي يضر الكذب على الحقيقة. انت فاهم؟ انت عليك انك ايه؟ تكشف الحقيقة، ولتكن ما تكون هذه الحقيقة. فالمهم يوناني يوناني يوناني. وبعدين كان لنا الشيخ رحمه الله، حقيقة احنا شفنا مرحلة من الشيوخ، الشيخ سيد صقر رحمه الله، ده كان متخرج باللغة العربية بس برع في الحديث، فاشتغل أستاذ دراسات عليا في قسم الحديث في كلية أصول الدين، إنما كان يرعى طلاب العلم. وإحنا معيدين صغيرين كان يجينا في الكلية ويجمعنا ويحدثنا. المهم إذا ظهر كتاب جديد يأتي لنا بالكتاب ويقرأ علينا من الكتاب ويغرينا بالكتاب. فأول ما ظهر كتاب منهج البلغاء لحازم تحقيق الحبيب بن خوجة، جاء لنا، لأن هو كان هو ومحمود شاكر ومجموعه وعبد السلام هارون القمم اللي كانت عندنا ديت، أي كتاب تحقيق يظهر في العالم العربي يرسل إليهم، لأنهم أئمة في هذا الباب، لأنهم أئمة في هذا الباب. ما أنا بقول يا رب الوقت فين، عندنا أئمة في إيه؟ فربنا يسهل يا رب ونلاقي تاني أئمة تانيين في هذا الباب. فكان يأتي ويقرأ علينا هذا الكتاب. فالمهم إن أنا الكتاب صعب جدا، فلما قضيت فيه ما قضيت واتفتحت لي بعض أبوابي، أحببت إن أنا أسهل قراءته للجيل القادم، فكتبت كتاب اسمه تقريب منهاج البلغاء، يعني شرح وبيان. وجدت في صفحة 16 تقريبا يقول، طبعا أنا معبأ بأنه يوناني، معبأ بأنه، وكنت شفت تناقضات غريبة جدا. كان الله يرحمه مع شكري عياد لما حقق، لما ترجم كتاب الشعر لأرسطو، مشرف عليها الدكتور طه حسين والمرحوم أمين الخوري. فالكتاب كله مليان بأن حازم يوناني، عبد القاهر يوناني إلى آخره. الغريب اللي قدم له مين؟ زكي نجيب محمود، كان رائعا رحمه الله. خذ منه ما شئت واترك ما شئت، ولكن لا تنسى أن ده قيمة علمية. كتب في المقدمة إن لا عبد القاهر يوناني ولا حازم يوناني ولا البلاغة العربية من البلاغة اليونانية
لأن البلاغة العربية مستمدة من الشعر العربي، والبلاغة اليونانية مستمدة من الشعر اليوناني، ويا بعد ما بين الشعرين العربي واليوناني، فيا بعد ما بين البلاغتين. أنا طبعا قدرت المرحوم شكر عياد لأنه نشر هذا مع كتابه، نشر ما ينقض كتابه، زي محمود شاكر لما حقق كتاب ابن سلام اللي هو طبقات حول الشعراء، واعترض عليه سيد صقر اعتراض شديد جدا، وإن تسمية الكتاب غلط، فجي محمود شاكر في الطبعة الثانية ونشر نقد سيد صقر له إلى آخره. فالمهم ان انا وجدت حازم بيقول ايه، حازم بيقول ايه، بيقول كان للعرب في الجاهلية اصول علمية مقررة عندهم يثقفون بها انفسهم، وكان متفق عليها، وان هذه الاصول في الجاهلية موجودة في الكتب منصورة، وأن من عنده مكتبة كاملة يستطيع أن يستخرجها، وأن من يستخرجها سيجد البلاغة التي بين أيدينا راجعة إليها. يا خبر، هو أنت يا حازم بتقول أن البلاغة أصولها جاهلية، وإحنا بنقول أن أنت يوناني، فكانت مفارقات. انما ده كله كان ممدوح محمود. ليه؟ لان ما كناش نتلقى واحنا مغمضين، انما نسمع ونراجع. وانا قلت لك انا يعني رحمه الله طه حسين، انا سراني جدا لما حتى قرات ما قال لاحمد حسين رحمه الله، ها، في مجله الثقافه العربيه، كانت طلعت عدد خاص بطه حسين، وبعدين كان رئيس تحريرها عبد العزيز الدسوقي. وعبد العزيز الدسوقي انا اعرف واعرف ان اهل علم واهل 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 اخلاص. احمد حسين ما يقدرش عبد العزيز الدسوقي يعمل مقاله نمره 2، لان ده رجل من رجالات العلم ومن رجالات هذا الوطن الكبار المنافحين والمكافحين أيام الاستعمار. الرجال لها تاريخ، ما هي الرجال لها إيه؟ لها تاريخ، وكانوا بيطلعونا في مجلة كده رجال ومواقف، كل يوم تقرأ رجل وموقف لأن إلى آخره إلى آخره. فكان بيقول إيه أحمد حسين رحمه الله، جي بنص لفريد شحاته وضعه بين قوسين، وفرد شحاته كان سكرتير طه حسين وكان مسيحيا، ثم اختلف مع طه حسين وهجم طه حسين. يقول في هذا النص ان طه حسين دخل النصرانية، واقيم له حفل احتفال في كنيسة كذا يوم كذا الى اخره، ووضع النص بين قوسين. ده احمد حسين، ده منشور في الثقافة العربية. ثم عقب أحمد حسين وقال: وأنا أرجح هذا لأنه في هذا التاريخ كتب كذا وكذا وكذا مما، وذكر الكتاب بتاع مستقبل الثقافة وذكر الشعر الجاهلي مما يؤكد يرجح هذا الكلام. ولكنني وإن كنت، شوف ده المهم بقيت، ولكنني وإن كنت أرجح أنه ما قاله فريد شحاته، فإني أقطع بأن طه حسين لم يلق ربه إلا وهو يسمع القرآن، وقد غسل نفسه من كل ذلك. وعبارة أحمد حسين: غلب القرآن في صدر طه حسين، وتحول إلى آخره، وتحول إلى آخره. فدي كلها أشياء كونتنا، لأن احنا عشنا في معتركات ثقافية، عشنا في معتركات ثقافية، ولم نسلم عقولنا لأحد، ولم نتبع أحد. كان في ذلك الوقت الرافعي،
ومحمود شاكر في وادي وهؤلاء في وادي والعباس العقاد في وادي إلى آخره. فلم نسلم عقولنا لعمالقة مهما كانت أقدارهم، وإنما نقرأ ونراجع ونتابع إلى آخره. فالمهم الفروق والوجوه التي ذكرها عبد القاهر هنا هي التي تأسست عليها البلاغة العربية، التي قلنا إنها يونانية، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. الفروق والوجوه، الفرق بين زيد منطلق وزيد ينطلق. يلا قول قول ثانية. ينطلق زيد. ينطلق زيد، طبعا أنا قلت إن فيها توكيد، زيد ينطلق وينطلق زيد، عبارتان متغايرتان تماما، لأن ينطلق زيد فيها قدر من التوكيد ليس في زافي، لا لا لا، زيد ينطلق فيها قدر من التوكيد ليس في لا لا ينطلق زيد. يلا ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد. منطلق زيد غير زيد منطلق، لأنك إذا قدمت منطلق وقلت منطلق زي، تكون قد قلت معنى ليس هو زيد منطلق. إيه هو؟ إنك أنت إذا قدمت منطلق يبقى معناها أن عنايتك بالخبر أقوى. شفت ازاي؟ شفت الحساسيه المفرطه في اللغه؟ شفت الحساسيه المفرطه في اللغه؟ اذا قلت منطلق زيد كان كلامك غير كلامك اذا قلت زيد منطلق، لان منطلق زيد انت قدمت منطلق، وانما يقدمون الذي بيانه اهم وهم بشأنه أعلى. يا سلام. فلا تضع منطلق زيد مكان زيد المنطلق. أدي البلاغة هنا، علم المعاني، أدي علم المعاني. كمل يا سيدي. وزيد المنطلق، أنت فاهم كلامي؟ مستحيل مستحيل أن يكون هذا يوناني يا خلق الله، ده خصائص العربية، ده خصائص العربية، ده خصائص. ولذلك كان عبد القاهر مؤيد من الله لما قال والأصل في هذا تتبع خواص تراكيب العرب. خلاص انتهينا، مفيش داعي للمزايدات، مفيش داعي لان كذا، مفيش داعي، خلاص انتهينا. مفيش في الكتاب العزيز ألعن طائفة، ألعن الطوائف المذكورة في الكتاب العزيز، هم الذين عرفوا الحق وجحدوه. ألعن طوائف البشر هم الذين يعرفون الحق ويزوغون عنه. وأنا بعتبر أن دي إن كانت في قضية الإيمان والكفر، نعم هي في الكتاب، ولكنها في غير الإيمان والكفر أيضا. ولكنها إذا كان الحق جليا ظاهرا وأنت ترفضه وأنت تخفيه، تبقى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فدي شيء بغيض جدا، ودي لا توجد إلا حيث يوجد التخلف، وحيث يوجد الخراب، وحيث يوجد الهد. دي انصياع للحق، دي الفطرة، مش فطرة الإنسان، ده فطرة الحياة السوية، انصياع للحق. فده كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا. يلا ها. قال وزيد المنطلق والمنطلق. لما نجيب الالف واللام في المنطلق يبقى صارت غير زيد منطلق، لان المنطلق اذا قلت زيد المنطلق لا تقولها الا اذا كان هناك انطلاق قد كان، ولكنه لا يدرى ممن كان، تقول زيد المنطلق.
يبقى الألف واللام في المنطلق يعني تعني انطلاقا معهودا معروفا، وده معنى آخر، وده معنى آخر، معنى آخر قائم في دلالة اللغة. وإذا أنت درست الشعر وأنت تتجاهل هذه الأصول في دلالة اللغة، يبقى أنت بتدرس الشعر على غير الأصول التي يجب أن ندرس عليه. إذا أنت درست النثر والقرآن والحديث بمعزل عن الفرق بين المعرف والمنكر، يبقى أنت بتظلم ما تدرس، يبقى أنت لست مهتديا على الهدي المستقيم. يلا ها. والمنطلق زيد بردك تاني، زي شفت انت الصفحات دي في غاية الأهمية. زيد المنطلق قلنا إنها لا تقال إلا إذا كان انطلاق قد كان ولكننا لا ندري ممن كان. ودي كلماتي، كلمات أهل العلم اللي أنا بقولها لكم دي اللي أنا حفظته من أهل العلم. إنما المنطلق زيد، طب بارك، غير زيد المنطلق من حيث إنها تدل على عناية لا بالمقدم، عناية بإيه؟ بالمنطلق. ولذلك بنى عليها العلماء، أنك بنى عليها العلماء الفرق بين زيد أخوك وأخوك زيد. دقائق اللغة في الإبانة يا سادة، يا سادة دقائق اللغة في الإبانة لابد أن تعلم، وإلا فلا حديث لنا عن اللغة. زيد أخوك وأخوك زيد، تقول زيد أخوك لمن يعرف زيدا ولكنه يجهل أنه أخوه، وتقول أخوك زيد لمن يعرف أخا ولكنه يجهل كذا. ولذلك أسس عليه سعد الدين التبتزاني أنك تقول رأيت أسودا غابها الرماح، ولا تقل رماحها الغاب. شفت رأيت إيه؟ أسودا ها غابها، ولا تقل، لأن كلمة أسود تنادي كلمة الغاب أكثر مما تنادي كلمة الرماح. شفت ازاي؟ شفت الحساسية المفرطة؟ تقول ايه؟ رأيت أسودا ها؟ غابها، مادام قلت أسود يبقى كلمة أسود تنادي وتعد الذهن وتعد السماع لكلمة الغاب أكثر مما تعد الذهن لكلمة الرماح. مع أن المراد بالأسود دولة شجعان رجال حرب. وتقول رأيت بحرا ماؤه نقعه، ولا تقل نقعه ماؤه. كنت بقرأ الكلام ده، انت سمعت مني كلام كتير في انه من المصايب انك تقرا ما يدهش ولا تندهش. اقرا الكلام ده وانا في غايه الدهشه، حساسيه مفرطه في اللغه الى هذه الدرجه. رايت بحرا اراد معركه، اراد مكان معركه. ما دام قلت بحر، الجمله الثانيه يا حبيبي قول فيها ايه؟ ماءه والنخل والغبار بتاع المعركة. ولا تقل رأيت بحرا، يبقى كلام كلمة نقع هنا إذا قدمت نبى بها مكانها، لأن 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 المقام لكلمة بحر. دي هذه الأشياء هي التي بنى عليها مرور قيس شعره، وهي التي تأسس عليها إعجاز القرآن، وهي التي تأسس. وكان حظوظ الناس في هذا، حظوظ الناس في هذه الإصابة هو يمثل درجاتهم في طبقات الشعر. يعني شعراء الطبقة الأولى غير شعراء
لأن توخي ملاحظة هذه الدقائق عند الطبقة الأولى أوفى وهكذا المسائل وهكذا المسائل. كمل يا زيد. وزيد هو المنطلق. وزيد هو المنطلق بقى أضفنا ضمير الفصل لمزيد من التوكيد. واضح واضح. وزيد هو منطلق. أي نعم. وفي الشرط والجزاء. بس خلاص بقى انت استنى على شوي. يبقى احنا هنا ولذلك كلمة الفروق والوجوه يا سادة هي الكلمة التي تأسس عليها تأسست البلاغة عليها وتأسس الإعجاز عليها وتأسس فضل شعر على شعر عليها. النفاذ في معرفة دقائق الفروق ودقائق الوجوه. ولذلك علماء الإعجاز ماذا قالوا؟ علماء الإعجاز قالوا ليس هناك كلام صادر عن نفس إنسانية إلا وفيه وضع لفظ مكان لفظ غيره أولى به إلا وفيه لفظ وضع في موضع وليس هناك شاعر سلم من هذا. امرؤ القيس جيد 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 جي ولكن له قبوة. ولذلك قالوا لكل شاعر هفوة ولكل حسام نبوة ولكل جواد كبوة إلا الذي بين الدفتين. الذي بين الدفتين هو الذي هو الفروق والوجوه. في الذي بين الدفتين لا يستطيع لسان أعدى أعدائه مهما كان تبحره. يا أخي ما هو الجاهليين كانوا أهل لغة وكانوا يعرفون هذا معرفة جيدة جدا ولكنهم لم يستطيعوا أن يجدوا فيه كلمة نبى مكانها بها وهكذا وهكذا. فالفروق والوجوه مهمة جدا وده الفاصل بين علم المعاني وعلم النحو لمن أراد أن يفهم. مصر يا سيدي سخليك زي ما أنت مصر مصر يا سيدي الدنيا مش حد هاد. أنت فهم كلامي؟ أصل أنت لما تصر على مخالفة الواقع خلاص خليك مصر. أنت في الحالة ديت أنت في الحالة ديت بتتهم عقلك. وأنا ما كنتش أحب أتكلم في الموضوعات دي خالص لأن زي ما قلت لكم أنا ما يهمنيش التسمية. سميه نحو سميه ما شئت. ابحث في العلم ولا تبحث في تسمية العلم. ولذلك كان علماؤنا يقولون ليس الاشتغال بالمصطلح من شأن أهل العلم. ليس إيه؟ بالمصطلح من شأن وإحنا وهكذا. المهم في حقائق ودقائق الفروق والوجوه خلاص وفي شرط والجزاء. أقرأ داود. وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك إن تخرج أخرج. طبعا ده جاء على الأصل إن تخرج الشرط أخرج الجواب جاء على الأصل. إيه اللي فيه إيه اللي فيه الربط بين خروجي وخروجك. لأن مهمة الشرط هو أن الجواب يقع بوقوع الشرط إن تخرج أخرج. وإن يؤتى بها في الكلام الذي هو قليل نادر. إن تخرج أخرج غير إذا خرجت خرجت. لأن إذا يؤتى بها في المتوقع وإن يؤتى بها في غير المتوقع. ولذلك قال تعالى إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا وإن قالوا إن في السيئة. لأن مجيء الحسنة من الله أكثر
ومجيء السيئة أقل. فدي الفروق والوجوه. الذي لا يحسن هذا يبقى هو يكذب على نفسه إذا تكلم في التفسير. ولذلك الزمخشري كان رائعا جدا لما قال: يا ناس، القضية مش قضية نحو، ولو علك ولو كان أنحى من سيبوي. دي كلام الزمخشري، ولو كان إيه المفسر، ولا علم لغة ولو علك اللغات بقوة لحيي. يعني كان حافظ اللغة والغريب، وإنما لابد من التبحر في علمي المعاني والبيان. وأول كلمة تصدر اسمها تسمي علمي المعاني والبيان فيما قرأت هي هذه الكلمة، وهي من الكلمات ذات الغدارة والنضارة. لأن أول من قال علمي المعاني والبيان هو هذا العبقري الرائع اللي شويه الهلافيت بيرموه بالحجاره لانه معتزلي. طبعا انا طبعا مش متشيع لمذهب معتزله ولا متشيع لاي مذهب. وقلت لكم انا اول مره، قلت لكم مره من زمان، واحد من الصالحين الطيبين الفضلاء اللي مشغول بالكلام ده كان بيزورني، فقلت له: يا عبد الله، انا مع كل قلب يخشع عند ذكر الله، سواء كان معتزلي أو ما تريدي أو أشعري أو صوفي أو ما شئت، المهم أنه من أهل الشهادتين. ويخشع قلبه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من تحت المسألة هو مذهبه يدي ما بشغلش نفسي به، قد أكون مخطئ، قد أكون مخطئ، إنما هو ده الذي فطرت عليه والذي أنا مضيت عليه. بس فهنا فالذي يجهل هذه الفروق والوجوه يبقى يرفع إيده يا خلق الله عن التفسير والحديث وعن الشعر. إحنا تركنا الشعر للمذاهب الأخرى، وده من أعجب ما يمكن، من أعجب ما يمكن أن أنا أستعين بنظريات غير عربية لأفهم كلام أبائي، لأن دولة أبائي أنا البحتري ده أنا من سلالته، امرؤ القيس أنا من سلالته، مش من سلالته العرقية، أنا من سلالته الثقافية. لأن العرق أصبح لا يلتفت إليه، وأن من تكلم بالعربية فهو عربي. سلالتنا وأنسابنا هي ثقافتنا وتراثنا وعلومنا وأصول حضارتنا إلى آخره. إلى آخر، يلا تكمل كلام الزمخشري. قال إيه بقى؟ إيه طبعا المفسر لو كان أنحى من سيبويه لا يكفي، علك اللغات بقوة لحيي لا يكفي، كان من ابن الفرية أو عظ لا يكفي، وإنما لابد له من أن يحيط بدقائق علمين جليلين هما المعاني والبيان. وأنا قلت في الدرس ده في أوله إن أنا بحب الـ 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 القواعد المولودة، أحب المعرفة حين تولد يا خلق الله، حين تولد. يا سلام يا سلام، أحبها حبا شديدا جدا. فديت زي ما قلت لكم أنا في عبد الخير لما عرف النظم، وهنا عبد الخير لما ذكر علمي، لأن عبد الخير لم يذكر علمي المعاني والبيان، علمي المعاني والبيان. يلا وفي شرطه قال ان تخرج اخرج يلا وان خرجت خرجت. ايه الفرق بين ان تخرج اخرج وان خرجت خرجت؟ ايوه يا سيدي، اقول من لم يفهم هذا يبقى ظالم للقران وظالم للحديث وظالم للشعر إذا تعرض لشرحه وبيانه. لأني إن خرجت إن للشرط في المستقبل، إن للشرط في المستقبل،
وإن خرجت هنا ماضي وضع موضع المستقبل، لأن إن خرجت أصله تخرج. إذا خرجت هنا ماضي وضع، كمان مرة، ماضي وضع ولا يوضع الماضي موضع المستقبل إلا إذا أريد الإشارة إلى تحقق الوقوع. ما هي اللغة كده؟ مش عاجبك يا سيدنا خلاص اضرب دماغك في الحيط، هذا العلم. مش عاجبك يا سيدنا انت حر، العلم مش هينهد لما ما يعجبش سعادتك. العلم مش هتغور به الارض عشان حضرتك مش عاجبك العلم. يبقى ان خرجت فيها معنى زائد عن ان تخرج اخرج، وهو أن قوله إن خرجت فيه إشارة إلى رغبتي في خروجك. زي ما أقول بالضبط كده للولد، إن تذاكر تنجح، خلاص. إن ذاكرت نجحت، حين أقوله إن ذاكرت نجحت في معنى زائد عن إن تذاكر تنجح، وهو رغبتي أنا في أن تذاكر. بلاش كده. إن تزرني أكرمك، إن زرتني أكرمتك. إن زرتني فيها إشارة إلى رغبتي، ها ها ها، في أن، وهكذا. اللغة فيها أطياف، المعاني فيها أطياف، الجملة مع الجملة بينهما طيف في المعنى. هذا الطيف الذي يطوف بالمعنى إذا فاتك يبقى فاتك شيء نفيس في الكلام. إن زرتني أكرمتك فيها إشارة إلى، وإن تزرني أكرمك فيها إشارة إن أنا فوضت لك الأمر من غير أن أشعرك برغبتي، وهكذا. عيد اللغة يا سيد. يلا تفهم. يلا. وإن تخرج فأنا خارج. أيوة، إن تخرج فأنا خارج. أنا خارج بقى غير خرجت، لأن جملة اسمية، جملة اسمية فيها ثبوت ودوام وفيها توكيد، غير إن خرجت خرجت فأنا خارج. يلا. وأنا خارج إن خرجت. عظيم، قدمت أنا الجواب، أنا خارج لمزيد العناية به. وأنا إن خرجت خارج، وهكذا. أنا خلاص تعبت، أنت خلاص. كل حركة، كل نأمة تحدث في بناء الكلام وراءها نأمة في المعنى، ونأمات المعاني هي دقائقها ورقائقها، والذي لا يهتم بها يبقى دمر من المعاني رقائقها ودقائقها. وناهيك عن من يدمر من الكلام ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. وخلاص، وأنا ما عدتش قادر أكتب من كده، وخلاص، والله فالله ما يشاء.